اهلا وسهلا، نتعرف عليكي. انا وسام محمد، انا ساينس تيتشر وفي نفس الوقت ساينس سينيور للبرايمري ستيج. اهلا وسهلا. بعد حضوري لبرنامج الذكاءات المتعدده باعتماد دكتور توماس ارمسترونج رئيس المعهد الامريكي للتعلم والتنميه البشريه كجزء من مشروع سمارتر، ايه رايك في التجربه؟ والله تجربه مفيده بالنسبه لي، اضافت لي كتير. الاول كان عندي شويه يعني حاجات نوت كلير، مثلا في ان انا اعرف يعني ايه مالتيبل انتليجنس، كانت عندي حاجه ثانيه. لا عرفت يعني ايه مالتيبل انتليجنس، كمان حته الكاريزما يعني فادني قوي، حته السيلف سمارت ان انا بكتشف ذاتي وفي نفس الوقت اقدر يعني انمي عندي الانواع الثانيه من الانتليجنس. تنصحي حريك معلمين تانيين بحضور البرنامج؟ اكيد ان شاء الله، وباذن الله احنا نبقى افكتيف يعني، ونقدر نصدر التجربه دي لزمايلنا وللستودنتس عندنا ينساوا باذن الله. وانا بالذات عشان يعني معايا تيتشرز تانيين عندي، لا هحاول ان شاء الله ان هم لو في فرصه تانيه ان هم ياخدوا الكورس ده باذن الله ياخدوا ان شاء الله. طب راي حضرتك في التعامل مع شركه ميديكس انترناشونال للتدريب والابحاث؟ انا ما حسيتش بملل، بالعكس انا حسيت ان انا انترستد قوي بالموضوع، وان احنا نعمل اكتيفيتيز كتير والابلكيشنز الروح عامه حلوه، فده شيء الحمد لله. نشكرك جدا، شكرا.